السيدات والسادة، نشرة الأخبار من تلفزيون حضرموت نستهلها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعود إلى البلاد بعد جولة ناجحة في المنطقة. النائب البحصني يشهد عرضا عسكريا لطلاب كلية الشرطة وحفل تخرج دورتي حماية الشخصيات والاستجداد بحضرموت. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ركود في أسواق الأغنام بوادي حضرموت. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. عاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأربعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد جولة رسمية ناجحة في المنطقة شملت الكويت والبحرين ومصر وقطر، قبل زيارة خاصة مثمرة إلى المملكة العربية السعودية. وأجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس خلال هذه الزيارات مباحثات مع إخوانه قادة الدول الشقيقة وكبار المسؤولين فيها وفاعلين سياسيين ودبلوماسيين إقليميين ودوليين. شهد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصني اليوم عرضا عسكريا لطلاب الدفعة الأولى من القسم العام بنظام الدبلوم والدفعة الأولى من القسم العام بنظام البكالوريوس من كلية الشرطة بحضرموت. وقدم الطلاب عرضا عسكريا، وألقى النائب البحصني كلمة أشار فيها إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق الاهتمام بكلية الشرطة بحضرموت وبهدف الاطلاع على جاهزية الكلية، مستعرضا الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد والتوجيهات التي تم اتخاذها بشأن رفع درجة الاستعداد القتالي في الوحدات العسكرية والأمنية كافة بحضرموت. شهد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصري اليوم بلواء الريان في مدينة المكلا حفل تخرج دورتي حماية الشخصيات والاستجداد الثالثة لضباط وأفراد قيادة المنطقة العسكرية الثانية. وقدم الخريجون في الحفل عرضا عسكريا مهيبا على أنغام الفرقة الموسيقية في ساحة العرض، وتخلل الحفل عرض لنخبة من فرقة حماية الشخصيات لتقديم استعراض في الرماية الاحترافية واجتياز الموانع البشرية بأسلوب القفز الرياضي والدفاع وفنون التخلص من المسكات الخطرة وجميع الأسلحة، إلى جانب مشهد تمثيلي لحماية شخصية دون إلحاق أي ضرر بها. وجرى في الختام تكريم الأوائل والمبرزين والمنضبطين من خريجي دورتي حماية الشخصيات والاستجداد الثالثة بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. رأس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصني اليوم بالمكلا اجتماعا باللجنة الفنية للكهرباء بساحل حضرموت للوقوف أمام وضع منظومة الطاقة الكهربائية. استمع البحصني من وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيغ وأعضاء اللجنة إلى شرح حول القدرة التوليدية للمحطات كافة بما فيها الطاقة المشتراة. كشف النائب البحصني عن تفاهمات أولية مع شركة هندية بشأن تركيب محطة على الطاقة الشمسية بقدرة 60 ميجاوات لتخفيف تكاليف المحروقات والتوجه نحو الطاقة النظيفة، موجها بجملة من الإجراءات والقرارات العملية لمعالجة إشكالية الكهرباء. كما وجه أيضا المؤسسة العامة للكهرباء بالساحل بتنفيذ حملات تفتيشية على البيوت والمحال التجارية وإخراج جميع العدادات إلى خارج البيوت لمراقبتها.
زار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم شعبة الهندسة التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، واطلع النائب البحسني على خطط شعبة الهندسة واستعداداتها وجاهزيتها للتصدي لأي هجوم معاد وحماية حضرموت من أي اعتداءات وسير عملية التدريب والتأهيل فيها لمنتسبيها. إلى ذلك اطلع النائب البحسني على سير الأعمال الجارية في مشروع سفلتة الساحات الداخلية للمدرسة القتالية، متعرفا على ما تم إنجازه من أعمال سفلتة وتشجير وإنارة للساحات التي تتجاوز مساحتها أكثر من 25,000 متر مربع. أوجه البحسني بعقد دورة تنشيطية في المدرسة القتالية لأفراد المنطقة العسكرية الثانية لرفع لياقتهم البدنية والذهنية. دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي توزيع أدوات المهنة للمستفيدين من مشروع دعم تمكين الشباب الذي ينفذه إتلاف الخير للإغاثة، وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي نتابع. حرفة في اليد، أمال من الفقر. 120 شاب وشابة استكملوا مشروع دعم تمكين الشباب بوادي حضرموت بتوزيع أدوات المهنة التي ستساعدهم في الدخول إلى سوق العمل بعد تأهيلهم في مجالات مهنية شتى. المشروع الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة على مستوى 8 محافظات، والذي استهدف 1250 شاب وشابة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. من خلال عام الشباب وتمكين الشباب وإيماننا الراسخ بأن الشباب هم جذوة هذا الوطن، تم تدشين مشروع تمكين الشباب لتحسين مستوى سبل العيش في اليمن. المشروع طبعا يستهدف 1250 مستفيد في 8 محافظات يمنية. يتكون مشروع من عدة مجالات التدريب الشباب. المستفيدون من المشروع خضعوا إلى دورات مهنية مختلفة كلا حسب رغبته وإمكانياته، والتي حددت في مجالات التمديدات الكهربائية وصيانة السيارات والدراجات النارية وصيانة الجوال والتصوير والمونتاج والخياطة والتطريز وصناعة المعجنات، إضافة إلى التكييف والتبريد. في الحقيقة هذه المشاريع سيتم متابعتها من خلال ائتلاف الخير ومن خلال الجهات المدربة لهؤلاء الشباب حتى نجني هذه النتائج والجدوى من هذه المشاريع مستقبلا. هذه الكوكبة من المتدربين سوف تخرج إلى سوق العمل بعد امتلاك كل متدرب الأدوات التي ستساعده في الانخراط في العمل وكسب لقمة العيش الكريمة بعد امتلاكهم قدرات ومهارات خلال هذه الدورات المهنية. بالنسبة للمتدربين يعني أظهروا الكثير من التفاعل ومستواه ما شاء الله، في البعض منهم يعني في مجال الهندسة يشتغل في ورش. إن شاء الله ننزل لسوق العمل بهذه الحقيبة ويكون ودافع لنا إلى الأمام إن شاء الله في تحقيق هذه الغاية المستدامة إن شاء الله. البرامج المهنية تكمن أهميتها في تعزيز التعافي الاقتصادي وتمكين المستفيدين والدفع بهم إلى سوق العمل من خلال خلق فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. محمد باسعيدة، تلفزيون حضرموت، سيئون. ناقش اجتماع بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الصحراء محمد بن جربوع الصيعري أوضاع المديريات الصحراوية بحضرموت واحتياجاتهم وفق الإمكانات المتاحة، واستعرض الاجتماع الذي ضم مديري العموم لمديريات العبر وحجر الصيعر وزمخ ومنوخ والقف ورماة وثمود بصحراء حضرموت ومستشار وكيل المحافظة المساعد ناصر بن كردفة عددا من مطالب تلك المديريات في المجالات الخدمية المرتبطة بحياة الناس المعيشية. وشدد الوكيل الصيعري على ضرورة المتابعة الدورية لسير تنفيذ الخطط للوقوف على أماكن الضعف لتقويتها. ناقش وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير تربية ساحل حضرموت جمال عبدون مع المدير العام لمديرية الديس الشرقية
محمد باخوار جملة من القضايا التربوية والتعليمية بالمديرية. وخلال اللقاء أكد الوكيل عبدون إلى أن المديرية شهدت العام المنصرم افتتاح مدارس وصفوف دراسية جديدة وإعادة تأهيل لعدد من المباني بهدف مواصلة التلميذ والطالب للدراسة والتحاق الفتاة بمقاعد الدرس، إضافة إلى انخراط منتسبي القطاع التربوي والتعليمي بالمديرية في جميع البرامج التدريبية المتعددة التي تنفذها شعبة التدريب والتأهيل بمكتب الوزارة. وقدم المدير العام للمديرية بدوره شكره وتقديره على جهوده المضنية والعمل المشترك المتعاون بين السلطة المحلية وإدارة التربية والتعليم في الارتقاء بالقطاع التربوي والتعليمي بالمديرية. اختتمت بمدينة سيئون دورة تحصيل أداء وحدة الدعم وتلقي بلاغات النساء بمديرية سيئون ضمن مشروع دعم حقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي بدعم من منظمة البحث عن أرضية مشتركة وتنفيذ اتحاد نساء اليمن بوادي وصحراء حضرموت. وهدفت الدورة التي تستمر لمدة 6 أيام إلى تعزيز قدرات الكوادر الأمنية في آلية التعامل مع شكاوى النساء وبناء السلم المجتمعي، وكذلك تطوير الأداء الأمني في الحد من العنف. وفي السياق نفسه انطلقت ورشة حول قانون الأحوال الشخصية لتعزيز قدرات الكوادر الأمنية ورفع الوعي من خلال التعريف بقانون الأحوال الشخصية. أشارت رئيس اتحاد نساء اليمن فاطمة النوبي إلى أهمية دورة التدريب للكوادر الأمنية لبناء قدراتهم واكتسابهم معارف ومفاهيم العمل للتقليل من انتشار الجريمة. شهد سوق المواشي والأغنام بسيئون عملية ركود في شراء وبيع الأغنام مع موعد قرب عيد الأضحى المبارك جراء الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي نتابع. مع اقتراب العيد يذهب المواطنون هنا في وادي حضرموت كعادتهم إلى الأسواق لجلب فرحة العيد من ملبس ومأكل وعلى رأسها الأضاحي. لكن هذا العام اختلف عن الأعوام السابقة، حيث شهد سوق سيئون للمواشي ركودا في عملية البيع نتيجة لارتفاع سعر الأغنام بأسعار مضاعفة عن الأعوام السابقة، مما حرم الكثير من شرائها بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها. ناس كانوا يضحون من 5 من 10 روس، اليوم يقدرون حتى على الشاطر يشتري لها راس. نعم، والدنيا غالية وربك إن شاء الله بيفرجها إن شاء الله. الغنم اللي عندي تطلع 250,000، 150، 100، 120. واربع انفار على راس واحد، اربع انفار على راس واحد، ولكن الحمد لله حق ربك زين هذا، ومكتوب هذا من الله سبحانه وتعالى علينا، ان شاء الله ربنا يفرج على الناس وعلى جميع المسلمين يا رب يا الله. عيد الاضحى المبارك يعد موسما ومكسبا من بيع المواشي والاغنام، حيث يقدم التجار وبائعي المواشي على استغلال العيد في عمليه البيع كموسم لهم، حيث يتم الاستعداد من خلال استيراد وشراء الاغنام وتربيتها. وعبر تجار وبائعو المواشي عن سبب ارتفاع أسعارها هذا العام نتيجة إلى تدهور العملة المحلية والغلاء في جميع الأسعار. بالنسبة للأسواق مقارنة بالسنين الماضية السوق تعبان جدا، اللي كان يشتري 3 روس أو 4 أصبح يلا بالرأس، وهذا يعود بسبب ارتفاع الأسعار. الناس ثابت، الأسعار مرتفعة جدا جدا. أسعار أضاحي العيد هذا العام أدت إلى حرمان الكثير من المواطنين من شرائها، إذ تعيش أغلب الأسر في ظل ظروف صعبة ومعقدة لم يتوقع أحد أن يصل بهم الوضع إلى هذا الحال. والله العيد يعني الأضاحي غالية مرة مرة مرة، بعض ناس ما قدروا يشترون، بعض ناس تعبانين. المهم الوضع أنه بغى صبر صراحة يعني. والله الغنام ها كما ذاها ب 30,000، 60,000، 70,000، 80، 90، 100. الأضحية لا يمكن الاستغناء عنها في عيد الأضحى رغم عدم قدرة الكثير من الأسر من شراء الأضاحي للظروف المعيشية الصعبة التي أدت إلى حرمانهم من جلب الكثير من أساسيات الحياة. محمد باسعيدة، تلفزيون حضرموت.
سيئون. والآن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى حالة الطقس. ختام النشرة مشاهدينا أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعود إلى البلاد بعد جولة ناجحة في المنطقة. النائب البحسني يشهد عرضا عسكريا لطلاب كلية الشرطة وحفل تخرج دورتي حماية الشخصيات والاستجداد بحضرموت. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ركود في أسواق الأغنام بوادي حضرموت. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.